يوما ما ستصبح أكبر وأقوى. والداي يلاعباني وبرفق يرعياني وهما قد أسمياني كاي. كل يوم لي حكاية فيها فائدة وغاية، تابعوني للنهاية كاي. أحب أصدقائي، أحب قطتي وأمي وأبي وأختي روزي. متعة جد عمل وغناء وأمل، فاهتفوا هذا البطل كاي. كايو وعائلته يتناولون طعام الغداء، الجميع يأكل ما عدا روزي. أرجوك أكملي طعامك يا عزيزتي. ما الأمر يا روزي؟ انظري روزي، أنا آكل. لم تأكلي شيئا. روزي ليست جائعة. كايو مندهش لأن شقيقته الصغيرة تشعر بالحزن. الأب والأم ينظران إلى ابنهما الصغير وهو يرفرف بجناحيه ويطير وحده. إنهما يفكران في أنه قد أصبح ولدا كبيرا، أعني طائرا كبيرا. النهاية. إنها قصة جيدة بالفعل كايو، شكرا لك. تويت تويت، انظر أبي أنا عصفور. تويت 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 تويت. وأنا والد العصفور الصغير، وأنا قادم لأخذ العصفور الصغير إلى العوش. مرة أخرى. الآن وقت ذهاب العصفور الصغير إلى النوم. سأروي لك قصة أخرى. تستطيع إخباري قصة أخرى؟ حقا؟ نعم، ولكن في الغد. هل روزي بخير؟ إنها ما زالت تبكي ولم تأكل شيئا من المعكرونة. ستكون بخير، أسنانها تنمو وهذا مؤلم. أسناني لا تؤلمني. لكن عندما كنت صغيرا مثل روزي كانت تؤلمك. حقا؟ أكيد. ربما أستطيع التخفيف عن روزي. ربما تستطيع المساعدة، كايو قد تجعلها تهدأ وتنام. حسنا. كايو لا يريد سماع أخته الصغيرة وهي تبكي، يريد أن يساعدها. كايو. روزي، ألا تستطيعين النوم؟ أغلقي عينيك فقط. كايو فكر في شيء يجعل روزي تنام. هل أغني لك أغنية؟ كايو يغني. روزي صغيرة في أعلى شجرة، يجب عليك النوم لأنه وقت النوم. أبي يقول أسنانك تؤلمك. أتمنى أن يكون كل شيء بخير. روزي صغيرة، روزي أخلطي للنوم الآن. كايو كان فخورا بأغنيته، لكن روزي لم تنم. غني أكثر. لا روزي، يجب أن تنامي الآن. ثم كانت لديه فكرة أخرى. لحظة روزي. كايو فكر في لعبة تساعد أختها الصغيرة على النوم، لذا عليه إيجاد اللعبة المناسبة. هذه لعبتي المفضلة. هيا روزي، يمكنك استعارة سيارة الإطفاء. لا بأس أمي، إنه صوت سيارة الإطفاء. جيلبرت، إنه أنت. تمدد بجانب روزي. أتري؟ جيلبرت يريد النوم، لذا عليك النوم أنت أيضا. حسنا. روزي تريد باني. حسنا روزي. لكن باني ليس في أي مكان. لا أجد باني. ماذا عن الكنغر بدلا منه؟ لا،
فجأة تذكر كايو أين رأى باني آخر مرة. سأعود حالاً. جيلبرت. ها هو باني. شكرا جيلبرت. سأخبرك قصة سوف تساعدك على النوم. دعينا نرى. أها، في يوم من الأيام روزي وكايو ذهبا إلى مدينة الملاهي وبدأا باللعب واللهو هناك مع الكنغر. أخذ روزي وكايو جولة حول الملاهي. ثم قفز الكنغر عالياً جداً جداً. انظري روزي تطير مثل العصافير. روزي وكايو يطيران. الطيران في الفضاء أمر مسل. تطير في كل الاتجاهات مثل النجوم. إنها مضيئة. ياه، انظري لهذا، جميل. روزي تعبت، والكنغر أعاد روزي وكايو إلى البيت. كايو وروزي لوحا بيديهما لوداع صديقهما الكنغر، وذهبا إلى سريريهما. النهاية. كايو كان سعيداً لأنه ساعد أخته لكي تنام، وهو الآن يشعر بالنعاس أيضاً. تصبحين على خير روزي، أحلاماً سعيدة. تصبح على خير أيها الأخ الأكبر كايو. توقفوا، هذه إشارة توقف. تحركوا. أستطيع استعارة قبعتك؟ لكني أرتديها. انتباه، حان وقت الترتيب يا أولاد. سيقوم شخص ما بزيارتنا لبعض الوقت. كايو شعر بالحزن لأنه لم يدع ليو يرتدي القبعة، لكنه يريد أن يرتدي قبعته أثناء الزيارة. إنها لي. لأنها لي. حصلت عليها أولاً. أنا حصلت عليها أولاً. هيا أعطني إياها. هيا. مستحيل، إنها لي. تذكر كايو أن الآنسة مارتا دائماً تخبرهم عن المشاركة والتعاون. جيسون، لما لا تدع جيري يأخذها لبعض الوقت؟ بست، ليو سنرتديها بالدور. أنا أرتديها لبعض الوقت ثم أنت. اتفقنا؟ اتفقنا، شكرا لك. انتباه، هل تعرفون ما هو جهاز الكشف عن الدخان؟ إنه جهاز يصدر رنينا ليحذرنا إذا كان هناك دخان في الجو. لما هو مهم لنا؟ لأن الدخان يعني أن هناك حريقا. صحيح، لدينا جهاز لكشف الحريق هنا، هل ترونه؟ أين هو؟ لا أجده. أنا لا أراه. أين هو؟ الدخان يرتفع إلى أعلى. إذن أين يمكن أن يكون جهاز الكشف؟ إنه هناك. أنا أراه في السقف. نعم، هذا رائع. زائرنا وصل، ليهدأ الجميع من فضلكم.
أولاد، قولوا صباح الخير لرئيس المطافئ. صباح الخير. مرحبا جميعا، أرى بينكم أربعة من رجال الإطفاء في الصف. أحببت قبعتك، قبعتي أثقل قليلا. سنتدرب اليوم على ما يجب أن نقوم به إذا حدث حريق في المدرسة. من يعرف؟ نتعامل مع الحريق. جيد، والآن أولاً إذا حدث الحريق يجب علينا أن نكون حذرين، لأن الحريق خطير جداً، فعلى كل واحد أن يعرف ماذا يفعل إذا واجه حريقاً. والآن سنختبر جهاز إنذار الحريق. عندما تسمعون هذا الصوت عليكم ترك كل شيء ومغادرة المدرسة، فهذا تمرين مهم. أسمعنا. تريدون سماع كم هو مرتفع؟ نعم. هل أنتم جاهزون؟ سيبدأ. هل الصوت كاف لتسمعوه؟ نعم. إذا سمعنا صوت جرس الإنذار يجب علينا أن نخرج بسرعة كبيرة وبحذر. هل يمكن أن تساعدوني من خلال أربعة منكم؟ كايو يريد مساعدة رئيس المطافئ، لكنه تذكر أن ليو يريد أن يرتدي القبعة أيضاً. ليو سيكون مساعدك. شكراً كايو. ليو أعطيني يدك، والآن لنمسك بأيدي بعضنا البعض وعلى الخط. إذا كنتم جاهزين يمكننا أن ننطلق. جاهزون؟ انطلاق. عمل جيد، لقد أحضرت معي صديقي إلى هنا وهو متلهف جدا للقائكم جميعا. هذا هو سباركي، تعالوا يا أولاد وقابلوا صديقي. تريدون مشاهدة ماذا سيفعل؟ نعم. سباركي هيا. عمل جيد، والآن من منكم يريد أن يجلس في العربة؟ أيستطيع كايو القدوم؟ بالطبع. هذه الغرفة الاثنين. كبيرة جدا. تريد سماع صوت سيارات الإطفاء؟ نعم رجاء. والآن استعدوا لأن صوت سيارة الإطفاء مرتفع جدا جدا، فهو ينبه جميع السيارات لتفسح الطريق وتجعل سيارة الإطفاء تمر. جاهزون؟ جرب ثانية كايو، إنه دورك ليو. سأصبح رجل إطفاء عندما أكبر. حسناً، سنكون في منتهى السعادة لأن لدينا شخصاً مثلك. شكراً لك. من يريد أن يكون التالي؟ تفضل، إنه دورك لترتديها. شكراً ليو. أريد أن أصبح رجل إطفاء عندما أكبر. كايو يرى أنه وصديقه المفضل ليو سيكونان فريقاً رائعاً. سباركي أعد القبعة هيا. أسمع صفارة الإنذار. كايو البطل.
البطل إلينا جاء. أنا كايو رجل الإطفاء. كايو البطل إلينا جاء. أنا كايو رجل الإطفاء. أدخل في عمق الأخطار، لا أهاب من النار. كايو البطل إليكم جاء. هذا كايو رجل الإطفاء. هذا هو خرطوم الماء. هذا كايو رجل الإطفاء. لا تهتموا لأي حريق، كايو البطل في الطريق. هذه صفارة إنذار، لا بأس فكايو مغوار. هناك حريق في الجوار، هيا يا كايو المغوار. هيا يا رجل الإطفاء، هيا يا رجل الإطفاء. أما هذا لم يكن حريقا، إنه منقل الشواء. أنا آسف. خمن ماذا جلبرت؟ ليو سيزورنا. سأريه السيارة التي أعطاني إياها جدي، كان أبي يلعب بها. إنها هنا في مكان ما. ها هي. جلبرت، صندوق الألعاب للألعاب وليس للقطط. اللعبة اختفت. كايو العب معي لعبة الاختفاء. ليس الآن روزي، سألعب مع ليو بالسيارات. اللعبة اختفت. روزي تلعب أيضا. روزي تلعب بالسيارات. لا روزي، لست كبيرة لتلعب بهذه السيارات. روزي كبيرة. لست كبيرة بما يكفي، عليك أن تكوني كبيرة مثلي. روزي تساعد كايو. روزي. كايو مثل الكثير من الإخوة الكبار، لا يحبون أن تعبث أخواتهم الصغيرات بألعابهم. علي أن أرتب الألعاب ثانية. ليو هنا. كايو. مرحبا ليو، خمن ماذا؟ جدي أعطاني سيارة كان أبي يلعب بها. روى، لابد أنها قديمة. أها، وأبوابها تفتح أيضا. أستطيع رؤيتها؟ طبعا، تعال. هاي روزي، أين سيارتي؟ اطمئن، سنجدها. لقد اختفت. أين؟ أظن أنني عرفت. هيا ننقذ تلك السيارات. هيا كايو، لدينا عمل كثير. أعرف كيف نخرجها، اتبعني. وجدت واحدة، وأنت أحضر الأخرى. إنها عالقة، سأساعدك. اهدأ يا جلبرت. جلبرت هذا يدغدغ. والآن فريق الإنقاذ جاهز للمهمة الصعبة. لعبة الاختفاء. روزي تلعب أيضا. فين 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 فين
هذا جيد، نستطيع إخراج السيارات. حسناً، علقها. إنها جاهزة. السيارة التي أعطاني إياها جدي مفقودة، وأيضاً السيارتان الحمراء والسوداء. دعنا نستخدم الرافعة. ارفع ارفع. الآن هي بأمان. هذه هي التي كان أبي يلعب بها. ماذا يحدث هنا أيها الولدان؟ كل السيارات كانت عالقة بين الصخور ونحن قمنا بإنقاذها. يبدو أنه عمل صعب. أتشعران بالجوع؟ ماذا عن تناول شيء؟ نعم رجاءً. حسناً إذن، بينما تقومان بترتيب هذا المكان سأعد لكما وجبة خفيفة. كايو، حان وقت الطعام. هيا لنأكل. إنقاذ السيارات أمر مسل. نعم، أحببت رفع العربة بالرافعة. بن 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 روزي تلعب أيضا. ليس الآن روزي. ماذا فعلت بسياراتي؟ روزي تلعب بسياراتي أيضا. كايو لم يكن سعيدا لأن روزي لعبت بسيارته، لكنه تذكر كم شعر بالسعادة وهما يخرجان السيارات. هل نقوم بعملية إنقاذ أخرى؟ نعم. روزي خبئ السيارات ثانية. روزي تخفي السيارات. روزي ستساعدنا في الإنقاذ. يمكنها قيادة العربة الثانية. تعال ليو، لدينا المزيد من أعمال الإنقاذ هنا. بن 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 ب